السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم كتكون على خير وبخير ان شاء الله. بعد غياب طويل جدا جينا هاد النهار باش اننا نخدمو الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية الضوئية بزاف 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 الحاجات. دونك هاد النهار نخدمو الموجات الميكانيكية المتوالية، من بعد نخدمو الموجات الميكانيكية المتوالية دورية، بي نخدمو على انتشار الموجة الضوئية، حدود الضوء بوسط الشبكة بورسيون سمارت اكسيتيرا. داكا، دونك في الموجات الميكانيكية المتوالية وفي الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية وانتشار الموجة الضوئية غنخدمو مع سيونس فيزيك و سيونس مات. الوغ هنا بوغ بي سي اي سيونس مات ا اي بي، وهنا بي سي و اس في تي صافي، يعني لكل شيء اللي كيقرا الفيزيك هادشي اللي غادي نخدمو هاد النهار. الوغ شنو غنخدمو؟ كنعرفو بان الكور لي بارتو، الكور فين ما مشيتو غتلقاو الكور. انا نقدر الا ما فهمتوش نشرح لكم الكور اللي حبيت، ولكن لقيت بانه كاين خصائص كبير في التمارين، دوكو اختاريت انني نبدا نخدم معكم التمارين تطبيقيه والامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في الدورة العادية والاستدراكية. دونك شاك فيديو غنبقاو نديرو امتحان وطني موحد في الدورة الاستدراكية وآخر في الدورة العادية. اتفقنا؟ بوغ سيت فيديو غادي نبداو بتمرين تطبيقي كيبين لنا شنو هما هاد الموجات المتوالية، كيفاش كنخدموهم. التمرين التطبيقي مهم جدا، غنستنتجو منو بزاف د الحاجات. بوي هندوزو امتحان وطني موحد البكالوريا في 2015 في الدورة الاستدراكية اللي هو هذا، ومن بعد هندوزو امتحان وطني موحد 2013 للدورة العادية اللي هو هذا. دونك هادشي كله غنخدموه في هاد لا فيديو. باش ما نتعطلوش بزاف ندوزو الاول تمرين اللي هو التمرين التطبيقي، وناخدو اوراق ديالنا ونبداو الخطبة على بركة الله. يلا شوفوا معي، قالكم نعتبر اب كنضرب لها كباين كاميرا قدوها. سو جود. يلا الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية، نقراو التمرين. كيقول لك نعتبر سرعة الصوت في غاز بالعلاقة التالية الحيلة هذه. نعتبر سرعة الصوت في غاز بالعلاقة التالية، عندي V تقال على غاسين دو 1.4 بي سيغو مع بي ضغط الغاز وغو كتلة الحجمية. دونك أهم حاجة عندي هي هاد V هذه اللي هي السرعة اللي هي كتكتب على هذا الشكل. داكوغ؟ دونك قال لك عبر عن السرعه في بدلاله ام و ار و تي. دونك هنجيو حنا هنعبروا على هاد في هادي باش بام بالكتله الحجميه لا ماس مولير ار و تي. انا كنشوف هنا كنقول بانها عندي هنا بي وعندي غو، دونك انا خصني ام و ار و تي منين جبدهم منين نقراو. نعتبر سرعة الصوت في غاز بالعلاقة التالية مع بي ضغط الغاز وغو كتلة حجمية. نعتبر أن الغازات تخضع لقاعدة الغازات الكاملة، موكلي قاعدة الغازات الكاملة. اون فوا نسمع قاعدة الغازات الكاملة شنو كيجي في بالي؟ بي في تيكالا ان ار تي، أول حاجة كطيح لنا في البال. دونك قاعدة الغازات الكاملة شنو كتعطيني؟ بي في تيكالا ان ار تي. دونك نجي نحطها قدامي بي في تيكالا ان ار تي. انا شنو عندي هنا؟ شنو نقدر نجبدها وشنو نجبد؟ كي قلت لكم واش انا غادي نجبد منها في؟ نو، غنجبد منها بي. وي علاش؟ حيت انا يمكن لي هنا الى عوض بي بهاد العلاقه غنقدر نلقى لا ماس مولير، نقدر نلقى ار، ها هي تي، كلشي. دونك غنحاول اني نجبد بي من هاد. صافي، دونك انا بي في في تيكال ار تي. هاد الان هادي كنعرفو بأن ان سي لا ماس سوغ لا ماس مولير، الكتلة على الكتلة المولية، الكتلة
الموليه. دونك هي دونك اجي نعوض هذا الان هنايا، هاي هادي هنعوضها باش بلا ماس سور لا ماس مولير. هادي راها غران تيم ام ماجوسكول. يلا قلناها حنا علاش كنقلبوا على بي، دونك هنجيبوا هاد في لهنايا، هذا ضرب كيولي قسمه. دونك بي تيغال لا ماس سور لا ماس مولير في ار تي، و في هيجي لهنا. دابا هنايا هاد بي عوضتها ب ار و تي و لا ماس مولير هادشي لي باغي. هادي شنو هي؟ اون سي كو نعلم ان رو تيغال لا ماس سور لو فوليوم، هادي معروفة، هادي قاعدة صافي. الوغ نجي نعوض هنا غو بالقيمة ديالها، يعني بي تيقال غنخلي لها ماس مولير اغ تي و ام سور في نعوضها بغو. ها انا خديت النتيجة ديالي اللولة، لونها لونها. يلا لا يلا شنو نجي ندير؟ عندي هاد في، هاد في تيقال على غاسين دو 1.4 بي سور رو. هنجي قلنا غادي نعوضو هاد بي هادي بهاد لافالور لي هنا، بهاد بهاد التعبير لهنايا. دونك عوضو معايا، هي لا غاسين دو 1.4، عندي هنا رو بي هنعوضها هي رو سوغ لا ماس مولير ار في تي. بما ان هذا كسر يعني هيبط لتحت، الوغ 1.4 غو في الار تي على غو، وهاد لا ماس مودير هبطت لتحت. كنلاحظ عندي هنايا عندي لا ماس مو غو والغو كيتختازلو، وغتبقى لي هي لا غاسين دو 1.4 ار في تي سور لا ماس مودير اللي هي في. اجي نفيريفي واش لقيتها بالدلاله ديال داكشي ولا مازال خصني نخرج شي حاجه. قالك عبر عن السرعه بدلاله ام و ار و تي، ام و ار و تي. دونك غنكون وصلت للاجابه ديال السؤال الاول اللي كيقول لك عبر عن السرعه ديال الغاز. اوه حنا جاوبنا عليه. يلا ندوزو. قالك قارن سرعه الصوت في كل من غازي الهيدروجين والاكسجين. قبل ما ندوزو لهاد المقارنه اجي نشوف واحد الحاجه هنا. الا كان الفوليوم كيكبر لا ماس مولير بيان سور غتكون كتصغر، و الا كان لو فوليوم كيصغر لا ماس مولير كتكبر. دونك شنو كنلاحظوا؟ بانه كل ما كبر الفوليوم لا ماس مولير كتصغر، وكل ما كبرت لا ماس مولير الفوليوم كيصغر. كيقول لها تناسبيان ولا اضطراد، ماشي هاويلي ماشي اضطراد ديال شي مصطلح ما عقلتش عليه. المهم ماشي مهم هذا المصطلح. قال لك قارن سرعه الصوت في كل من غازي الهيدروجين والاكسجين. اجي نتفقوا، عندي غاز غازي الهيدروجين والاكسجين، شحال من واحد خدمت معاه التمرين فجهت لا كيستيون. قال لي غازي الهيدروجين شد الهيدروجين هي الاو، الاكسجين بلوتو الهيدروجين هي اش، والاكسجين هي او صافي. وجاو قال لي الهيدروجين واحد والاكسجين 16. وي سي فري، مي شوفوا ما شو طلبوا منكم، غازي كل من غازي الهيدروجين وهذا، يعني ان انا عندي هنا الهيدروجين، الهيدروجين راه هي الاش 2، الاكسجين هي الاو 2. دونك انا كيفاش نقارن بيناتهم؟ هذه هي لاماس مولير، هادي لاماس مولير. انا عندي لاماس ديال اش هي واحد، لاماس هادي كرون تيم ديال اش دو هي جوج، اي لاماس ديال الاكسجين هي 16. دونك لاماس مولير، لاماس مولير ديال او دو تيقال 32 بيان سور بالوحده ديالهم. هنجي نقارن هادشي، عندي هذا وعندي هذا. كنلاحظ بان هذا كبر من هذا، يعني ان الكتله الحجميه ديال او 2 كبر من الكتله الحجميه ديال اش. جو ميكسكوز ما كنتش كاتبه لكم الكاميرا. كنلاحظ بان الكتله الحجميه ديال او 2 كبر من الكتله الحجميه ديال اش 2. نجي نوطيها،
ام دو او دو كبر من الكتله الحجميه ديال اش دو زو. حنا شنو قلنا قبيله بلا ما يطلبوا منا؟ قلت لك بان الا كانت الفوليوم كبير لا ما تكون صغيره، ولا كانت لا ما صغيره يعني الفوليوم كبير، يعني ان هذا بما ان الكتله الحجميه كبيره فان الفوليوم ديالو غادي يكون صغير، ها لا ماس ديالو كبيره دونك الفوليوم ديالو غادي يكون صغير، وكذلك هذا لا ماس ديالته صغيره دونك الفوليوم ديالو غادي يكون كبير. دونك الفوليوم دو اش 2 او غيكون كبر من الفوليوم ديال او 2. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه، كنتمنىها تكون باينه لكم كاملين، يعني انه كل ما كبر هذا كل ما صغار الاو 2 ديالو، كل ما صغار الاش 2 او كل ما كبر الكتله الحجميه ديالته الفوليوم ديالو بلوتو. كنتمنى انها تكون باينه لكم. الا دونك انا لقيت هاد الريزولتا بان عندي هنايا الام ديال او 2 كبر الام ديال اش 2 او فسي بون. كنقول بان في المقارنه قارن سرعه الصوت فيكم من غازي الهيدروجين والاكسجين، هنقول بان سرعه الهيدروجين كبر من سرعه الاكسجين بكل بساطه، ونكون جاوبنا على السؤال الثاني. ندوزو للسؤال الثالث، واليوم بحال الاسئله الاولى ولكن بطريقه اخرى وصافي، يعني هادو جوج ديال التمارين بجوج ديال الطرق، يعني حد لهنا نورمالمون حد لهنا تمرين عاوتاني هذا وبلا هادو، يعني بلا هاد السؤال وهاد السؤال تمرين اخر. دونك انا حاولت ان نجمعهم لكم بجوج. يلا نكملوا القرايه ديال هاد السؤال. يلا نكملوا. قالك احسب سرعه انتشار الصوت في الهواء، نعطي بي كتساوي ليا 10 على بيسونس 5 باسكال. دونك نحسبوا سرعه انتشار الصوت في الهواء بكل بساطه، يعني هذا الصوت في غاز بعلاقه في تيغال لا غاسين دو 1.4 بي سور او. هادي في اي بلاصه جا انا وبريسيزا لي وقال لي بانه في الهواء، الوغ غنديرها في دولار بكل بساطه. قالك بانه الصوت في الهواء يعني هادي بي ديال لير شنو هي؟ هي 10 على بيسونس 5 باسكال. دونك انا عندي هنا 1.4 عندي بي وكنقلب على في، والغو شحال هي؟ 1.29 كيلوغرام بار متر اوكوب. دونك يبقى لي غير تطبيق عددي، ونجي ونكتب نجي نعوض في تيغال لا غاسين ديال 1.4 بي اللي هي 10.5 باسكال في، والغو هي 1.29 هادي بالباسكال بالكيلوغرام بار متر كوب، يعني انه ما كاين ما نحولو وغادي تخرج لي كيف ما خرجناها في الصباح مع الدراري. نشوف الورقة كالكول عادي غتخرج لي 3.3 في 10^2 متر بار سكوند. ندوزو شي أسئلة بسيطة وتطبيقات اللي هما عادي، ما تخافوش من الموجات. الموجات اليوم جوج نقطات ثلاثة نقطات كل عام. وشنو كيتحط؟ كاين وطني اللي كيتحطو فيه، كاين وطني اللي مكيتحطوش فيه، يعني الوطن جوج نقطات ونص، جوج نقطات ونص ثلاثة نقطات، هادو هما النقط اللي كيتحطو على الموجات. مي النقط اللي خصهمش يضيعو، حيت إلا تقدر تضيعها في الشيمي في شي خطأ بسيط، في الميكانيك في شي خطأ، في هنا في الموجات ما خصكش تضيعهم. دونك في البارتي الاولى في الفيزياء ماشي في الكيمياء، في الفيزياء كتلقى سوا الموجات يعني بجوج نقطات او جوج نقطات او ثلاثه نقطات، الا ما لقيتيش الموجات كتلقى النواوي، داكشي اللي هنقراو. دونك هاد الدروس مهمه جدا وخصكم تربحوا منهم نقاط دغيا في دقائق اللي هما هانتوما تشوفوا بانه غادي تشوفوا هاد الوطني هذا اللي الدراري فاش كنوريه لهم كيقول لك جوج نقطات ونص، وبلا ما نضيع وقتي انا فهادشي كامل باش جوج نقطات ونص. كنا كنقولوا بانه البارتي ديال الفيزياء عليها 13 لقطه، يعني 13 لقطه في البارتي ديال الفيزيك. قال لي اول جوج لقطات او ثلاثه لقطات اللي كيتحطوا في الفيزيك هو ديال الموجات، سواء كنلقاو الموجات سواء كنلقاو النواوي.
دواوي. دونك كيقول عليها جوج لقطات حتى ثلاثه لقطات كذلك دواوي. دونك سواء وطني تلقاو فيه الموجات وطني تلقاو فيه دواوي. بالنسبه للناس اللي كيسقسوا كيقول لك انا في الوطنيات ما كنلقاش بزاف الموجات او لا في بزاف الوطنيات ما كنلقاش الدواوي. نقول لكم بانه كل عام واش كيحطوا سواء الدواوي سواء الموجات، ما كيتحطوش بجوج، سواء الدواوي سواء الموجات صافي باش تتفقوا. بوغ الناس اللي خدمت معاهم ديجا بزاف اللي كيشوفوا مثلا التمرين عليه هكا كيبان لهم طويل بزاف، كيقولوا لي انا والله باغ نحبق دماغي على نقطة ونص وهادشي بزاف وضيع الوقت. باغ كونطخ فاش كتجي تخدمها كتلقى بان هاد التمرين ديال عندي نقطة ونص كياخد لك من جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق، ماشي بزاف. نقدر نعطي انا نص دقيقة لهذا، ما كاملش نص دقيقة، هذا بلا ما تفكر فيه كجاوب عليه، هذا بلا ما تفكر فيه كجاوب عليه بقوة البراتيك ديالو. هذا شويه نعطيه واحد نص دقيقه، هادو ما نكملهاش يعني هادو بجوج نعطيهم نص دقيقه بجوج بيو مجموعين. هذا نعطيه دقيقه او لا نص ما نكملهاش معاه، حيت بقوه لابراتيك هتشوف بان هادشي ساهل وبان هاد التمرين هذا ما ياخذش منكم جوج دقائق ثلاثه دقائق ما يكملهاش. راه الا طولتوا فيه بالزواق وبالستريس وبجيب وعداك والخوف ديالكم هديروا فيه ثلاثه دقائق. دونك نتفقوا على هذا الشيء بان الموجات شي حاجه اللي سهله، الا تحطوا خصكم تدبروا الوقت ديالهم. الا نكملوا فين كنا باش ما نطورش لا فيديو بزاف، حيت تابعني الوطنيات هذا وهذا ديال الاستدراكيه وديال الدوره العاديه 2015 2013. دونك شنو كنا كنقولوا؟ جو بونس كو حسبنا هذه ياك هنايا، جيت حسبت لكم فين هي، عارف شنو كنت كندير. حسبنا هادي، اي ثينك حسبنا هادي، حسبنا هذا بالبيع غير عوضنا. دونك اجيو لهنا وقال لك قارن سرعه انتشار الصوت في الهواء وغاز الهيليوم تحت نفس الضغط بي، يعني بي لا بريسيون ديال 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 الهواء هي نفس لا بريسيون ديال الهيليوم تحت نفس الضغط. دونك هادي لولوها سي تان موكلي، تحت نفس الضغط بي يعني هاد بي اللي عند هذا البي اللي عند في الهواء، الضغط اللي كاين في الهواء هو نفس الضغط اللي كاين عند غاز الهيليوم. الوغ شنو قال لك؟ قال لك نوع الكتلة الحجمية للهواء غو كتساوي ليا هذا الشيء، الكتلة الحجمية للهيليوم غو بريم صغر من غو. دونك غو بريم هي د الهيليوم وغو هي د الهواء لاغ. الو اجي نقارنو، اجي نكتب فيد لير وفيد الهيليوم، هادو اول حاجة طيح عليكم انكم ديروها. فيد لير هي لا غاسين 1.4 بي سور او، فيد الهيليوم هي لا غاسين دو 1.4، عندي الهيليوم هو غو بخيم و بي بما انهم قوي نفس تحت الضغط بي يعني ان عندهم نفس بي. دونك عندهم نفس بي يا هادي. إذا درت فيد الهيليوم على فيد لاغ، فيد الهيليوم على فيد لاغ، فيد الهيليوم هي هادي. دونك أنا غنبسط لكم غير بشوية على غو بخيم ولا غاسين داخلة عليهم كاملين، على تساوي خصها تكون هنا، الكسر خصو يكون هنا، لا غاسين 1.4 بي سيغو. الوغ كتولي عندي غاسين وحده اللي هي 1.4 بي سور او بريم لو تو سور تساوي كتجي حده قدام الكسر ديريكتومون 1.4 بي سور او وصداع. جيسبر بيان ما يكونش بقى صداع كي كان قبيله. الوغ نكملو هنا غادي نجيبو هذا كيتقلب وهذا كيهبط. دونك هي لا غاسين ديال 1.4 بي سور او بري فوا هاد الغو كطلع الفوق سور 1.4 بي لا ميم بريسيون، يعني هاد بي هي هاد بي 1.4 1.4 كتبقى لي لا غاسيد ديالاش ديال غو سور او بري. في لي دولي شنو عاطيين لي؟ عاطيين لي بانه غو، عاطيين لي بانه غو بري صغر من غو. دونك غو بري صغر من غو
امبليكو رو كبر من رو بخيم. بزاف اللي كنوصلوا لهاد النقطه وما كيبقاش فاهمها عادي. يعني 3 صغر من 5 كامبليكو 5 كبر من 3 عادي جدا. كنديروا حتى شي حاجه حيت بزاف اللي كيغلطوا فيها وماشي عيب نقول انا ما فهمتش حيت خصنا نفهموا. اون فوا تبقى تقول هذه ما كفهمش ودي فكاش فهمتش كتوصلوا لواحد الوقت كتلقاو راسكم بانكم ما فاهمين حتى حاجه وما جدير حتى شي حاجه. دونك ماشي عيب نقول هذه ما فهمتهاش وهذه فهمتها. الا دونك هنا قلنا بان غو كبر من غو بخيم. نجيب هذه لهنا قسمه هيبقى لي هنا واحد. الا درت لا غاسين دو غو سو غو بخيم هي لا غاسين دو ان. دخلت هنا لا غاسين لا غاسين ليكسبو ليكسبو ال 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 اللي بغيتي تدخلوها. دونك انا طونكو انا عندي هنا لا غاسين فانا كندخل لا غاسين. هاد لا غاسين هادي هي في ديال اش دو على في دو لير. دونك هاجي نعوض هادي باياش هادي كلها نعوضها باياش في ديال اش دو ديال هيليوم على في دو لير كبر من واحد. لحد هنا واش كلشي مزيان؟ يعني ان فيد الهيليوم كبر من فيد لولير ضرب فيد لولير هنا فيد الاش تو يعني فيد لولير في واحد هي فيد لولير. قارن سرعة انتشار الصوت في الهواء وغاز الهيليوم كنلاحظو بان سرعة انتشار الصوت في الهيليوم اكبر واسرع من سرعة انتشاره في الهواء بكل بساطة. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هنايا تطبيق عددي جدا سهل جدا. كتعرفوا بان قاعده الغازات الثقيله بي في تي كالا ان ار تي عرفنا كيفاش كنعوضوها ونجبدوا في بسرعه ام و ار و تي. عرفنا نقارنوا بانه كل ما ارتفع كل ما ارتفعت في كتنخفض لا ماس موليغ الكتله الموليه كل ما كبرات كتصغر. هادي غادي بالعكس على سلبيات. عرفنا بانه تطبيق عادي وكنلاحظوا في الوحدات بان هذه خصها تكون بالباسكال الاخرى شحال معطيه لنا ولاحظوا الوحدات ديالنا بالضبط. جينا هنا ودرنا واحد المقارنه بسيطه وعرفنا كيفاش انه كل ما كانت هذه كبيره كل ما صغرت الاخرى وكنفهموا كيفاش اننا كنصوبوا بطرق مختلفه. سواء اننا كنقارنوا بين الغو بخيم يعني بالكتل الحجميه او لا بالكتل الموليه باش اننا كنجبدوا السرعه واش هي كبر او لا صغر بالاخرى بكل بساطه. دابا هادوزو للامتحان الوطني لمعهد البكالوريا 2015 الدوره الاستدراكيه اللي هو هذا وينكم هو هذا. وهنا نبداو بالقرايه ديالو غير بشويه علينا باش اننا نحاولوا نخرجوه ان شاء الله. دونك ندير هكا ندير هكا نبداو نقراو ونحاولوا اننا نقراو. اول حاجه كنديروها هو اننا كنقراو ليكزارسيس كامل من راسو لرجلي خصو يتقرا. دونك الناس اللي غيقولوا لي لا وكيفاش وعلاش وكذا وانا غنضيع الوقت لهم نقرا كيستيون بكيستيون نجاوب على كيستيون سالي ونجاوب على كيستيون. دي فوا كنلقاو بانه كاين شي اجوبه في السؤال اللي موراهم الوغ خصك ضروري هادي باش ديريها غير في الفيزيك في المات في اس في تي فاش ما كنتو خصكم ديروا هاد القضيه. دونك ناخذ واحد دقيقه ونقرا هاد التمرين. ناخذ جوج دقائق ونقراه جوج المرات ثلاثه هاد المرات وتشوفوا بانه شي حاجه سهله وبسيطه. الا نبداو نقراو في التبريد الموجات اللي هو مقتطف من الباكالوريا 2015 الدوره الاستدراكيه اللي كيقولوا بان الدوره الاستدراكيه صعيبه. هانتوما تشوفوا واحد المثال حي قدامكم بانه شي حاجه اللي هي عاديه وسهله شحال ما صعبوا راه الفيزيك كيبقى شي حاجه اللي هي سهله وزوينه واللي خصكم تضربوا فيها النقطه. يلا قال لي تحديد سرعه انتشار موجه ميكانيكيه طول الحبل. لتحديد السرعه يعني باش نحددوا لا فيتيس انتشار موجه ميكانيكيه طول الحبل. اول حاجه كنقراو اون فوا كنقراو وحنايا مخدمين دماغنا كنسترجعوا داكشي اللي قرينا في الكور. كنقراو بانه سرعه انتشار موجه ميكانيكيه طول الحبل. خصني نسترجع ديريكتومون طول الحبل واش هي موجه طوليه او لا مستعرضه. هذه اول حاجه ترجعوها في دماغكم. طلب استاذ الفيزياء من احد التلاميذ احداث تشوع عند طرف حبل افقي.
وفي نفس الوقت طلب من تلميذتي أن تصور شريط فيديو لمظهر الحبل بواسطة كاميرا رقمية مضبوطة على التقاط 25 صورة في الثانية. مستروع على 25 التقاط 25 صورة في الثانية. أوكي، تم وضع مسطرة بيضاء طولها 1 متر، يعني دي كلها طول ديالها 1 متر، لضبط سلم قياس الطول، طولها 1 متر مسطرة. تكلف الأستاذ بمعالجة الشريط وباستخراج مختلف صور الحب مستعينا ببرنامج معلوماتي مناسب لبرنامج ما عرفتش هادشي. تم اختار صورتين رقم 812 قصد الدراسة والاستثمار. أولا، المدة الزمنية ذات الفاصل بين اللحظتين التي انتقدت فيهم صورتين رقم 8 ورقم 12 للموجة. دونك أول سؤال كيطلب مني المدة الزمنية ديال التاتي الفاصلة بين هاد اللحظتين. دونك في ليكزيرسيس طلبوا واحد الأستاذ طلب من واحد التلميذ ديالو أنه يدير واحد التشوه في الحبل، وتلميذة أخرى كتصور له. فمن بعد ما صوروا انتشار الموجة على طول الحبل، لو بروف الأستاذ اختار أنه ياخد صورة رقم 8 وصورة رقم 12 فقط. داكا، ومن بعد شنو وقع؟ قال لك حسب لي المدة الزمنية ديال تاتي الفاصلة بين هاد اللقطة هادي وهاد اللقطة هادي. ثم قال لك المسافة ديال المقطوع من طرف الموجة بين اللحظتين التي التقطت فيهم الصورتين رقم 8 ورقم 12، يعني نحسب المسافة. تطبيقات مباشرة للدرس، ما كاينش شي حاجة اللي هي من جاية من الخيال العلمي، تطبيقات مباشرة. انت ما تشوفش حاجة سهل. بوي قال لك سرعة انتشار الموجة، يعني سيغمون بما انه قال لي دلتا تي وقال لي حسب تي نورمالمون اي غادي يقول لي حسب في. ككان بوغ ناس سيونس مات شنو كيحطوا لهم؟ ما كيحطولهمش دلتا تي ودي، كيقولوا ديريكتومون حسب لي في، يعني هو كيمشي يحسب دلتا تي بوحدو ودي بوحدو وعاد في. نتوما سيونس فيزيك او لا سيون اس في تي كيعطيوكم نتوما شنو ديروا، كيقول لك حسب لي دلتا تي وحسب لي دي وعاد اجي وحسب لي في. مستبغي تجاوبني على السؤال صافي. الوغ شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه وما تاخذش منكم وقت طويل بزاف. دونك هنبداو على بركه الله. يلا انا درت لكم ورقه جديده باش نخفقوا على راحتنا. بسم الله. دونك هنا قال لك المده الزمنيه ديال التاتي الفاصله بين اللحظتين اللي التقطت فيهم بصورتين رقم 8 و 12 للموجه. نجيو نعاودو التمرين حيت قلت لكم قراءة التمرين مهمة جدا باش تقراو التمرين، شي حاجة اللي هي مهمة ومهمة جدا. دونك قال لك لتحديد سرعة انتشار الموجة ميكانيكية طول الحلم، طلب أستاذ فيزياء من أحد التلاميذ إحداث التشوع عند طرف أفقي في نفس أن تصور شريط فيديو لمظهر الحبل بواسطة كاميرا رقمية مضبوطة على التقاط 25 صورة في الثانية. دونك في اون سكوند في ثانيه تم التقاط 25 صوره. في ثانيه وحده تم التقاط 25 صوره. انا هاد الصور يعني التقطت الصوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وصلت لقطه 8 هي اللي عجبت البروف، عطاني 9 10 11 و 12 هي اللي التقطت البروف خدالها البروف. يعني هادو صور وعزل لكم غير هادي وهادي وما نحطهم، عاوتاني هنا كاين 13 14 15 غادي حتى 25. دونك هو في التوتال عنده 25 تصويره، وكاين خدا لكم غير التصويره اللي جات 8 و 12 باش يحطهم لكم قدامكم. داكو، قال لي المده الزمنيه ديال تاتي الفاصلة بين الحالتين التي ملتقطة فيهما الصورتين رقم 8 ورقم 12. بين 8 و 12 شحال كاينة من صورة؟ 8 9 10 11 12، ربعة الصور 8 9 10 11 12، دونك ربعة الصور بيناتهم كتفوت. ألا ربعة الصور من أصل 25 في الثانية، دونك هذا هي مدة. دونك أنا إلا بغيت ندير دلتا تي ونحسبها فهو شحال عدد الصور اللي تم التقاط ديالهم؟ 4 من أصل شحال؟
من اصل 25 تصويره في الثانيه، في ثانيه وحده يعني في سكوند شحال غادي تخرج لي في الثانيه. دونك دلتا تي هي 4 على 25 40 250 0.16 سكوند. اذا المده الزمنيه هي 0.16 للثانيه. كنتمنىكم تكونوا فهمتوا حيت هذه هي اللي خدا بزاف وما عرفوش يخرجوها في 2015 في الاستدراكيه، وهذه اللي كانت دايره لهم المشكل. التباقي كله باين. ندوزو. قال لك المسافه ديال المقطوعه من طرف الموجه بين اللحظتين التي تم التقاط فيهما الصورتين. فاش كنجيو نحسبوا لا ديستانس، دونك فاش نجيو نقربوا هذا هادو، فاش كنجيو نحسبوا المسافه يا يعني اما كنبداو بالاول ديال الموجه والاول ديال الموجه الاخرى او التالي ديال الموجه مع التالي ديال الموجه الاخرى. اجي نبداو بالاول ديال الموجه هذا مسقطو على هادي، ها هو، ونسقط نهايه نهايه الموجه البدايه ديال الموجه الاخرى على الاخر. صافي. شحال عندي من كارو؟ واحد جوج دو كارو، هاو عندكم هنا دو كارو. قال لك تم وضع مسطرة، تم وضع مسطرة بيضاء طولها 1 متر. نجيو نشوفو هاد المسطرة البيضاء فين هي. هاهي شحال فيها من كارو؟ واحد جوج، يعني أن جوج المربعات كيساوي ليا 1 متر. جوج المربعات هي 1 متر، دونك لا ديستانس حنايا عندنا جوج المربعات اللي هي 1 متر. دونك المسافه اللي قطعات ليا الموجه شنو هي؟ هي 1 متر. كنتمنى انكم تكون باينه لكم. يعني هنا عطاونا اصلا بانه تم وضع مسطره بيضاء ار طولها 1 متر لضبط سلم قياس الطول، يعني جوج مربعات هما 1 متر. لقينا حنايا باننا كنقيسوا الموجه طول الموجه سواء من بدايه الموجه حتى لبدايه الموجه الاخرى او لنهايه الموجه حتى لنهايه الموجه الاخرى. اجي ناخذوا حنايا الغوز ونخدموا من نهايه الموجه ها هي ونسقط. ها انتم الناس اللي بغاو يخدموا من نهايه الموجه لنهايه الموجه الاخرى ها هي. صافي. دونك هنا شحال عندي؟ ها كارو، ها جوج، ها كارو، ها جوج. دونك هنا شحال كاين؟ 1 متر. يعني الناس اللي بغاو يبداو بداية الموجة او لو بغاو من نهاية الموجة لنهاية الموجة راه كيلقاو 1 متر. دونك المسافة دي هي 1 متر. نكملو ونمشيو لسرعة انتشار الموجة انتشار الموجة طول الحبل. مهم في نعلم. دونك دابا نحسبو سرعة انتشار الموجة طول الحبل. نعلم ان في دي على دي سور دلتا دي مع دي هي المسافة، دلتا دي هي المدة الزمنية، و في هي السرعة. دونك المسافة بالمتر، المدة الزمنية بالسكوند، و السرعة بالمتر باغ سكوند او لا المتر سكوند موانزا. دونك نجيو ندير تطبيق عددي. دي شحال لقيناها؟ 1 متر، واحد. دلتا تي شحال هي؟ 0.16. هادي بسكوند وهادي بالمتر. دونك ما عندنا ما نحولو، كانت هادي بشي مليمتر غنحولوها، بشي هذا بشي اغ ولا بشي حاجة بالمينوت غنحولوه، باش ان ضروري خص لا فيتاس تكون بالمتر باغ سكوند. وفي التطبيق غنلقاو بان هي 0.25 متر باغ سكوند او لا 0.25 متر سكوند موانز ان اللي هي هادي. دونك انا صورت لا فيديو وجاوبتكم عليها ولقيتها بانها ما كتسجلش. لا سي با غراف، كنعاودو نعاودو نعاودو ماشي مشكل. دونك كان هانتوما امتحان الوطني الموحد الباكالور الدوره الاستدراكيه اللي تحت صعيبه، وشوفوا تبعي شحال زوين وسهل وبسيط جدا. دونك
ما تعطيوش النقط البسيطه ديال هذا الشيء شي حاجه اللي هي عاديه تطبيق مباشر لداكشي اللي كتشوفوا في الطرف. ندوزو دابا الامتحان الوطني الموحد البكالوريا 2013 في الدوره الاستدراكيه. دونك نقراو التمرين على بركه الله. ياتي الحسين بن الهيثم. المهم هاد الانترودكسيون كلها انا ديجا قاريها. كاين دي فوا كيحطو فيها معلومات ولكن هنا كيبغيو يبينو لكم اهميه ديال العلماء ويفكروكم بشكون بين هادي او شكون بين هادي شكون هنا خاصيه الضوء باش كيتاخدو واحد الثقافه. دونك نتوما قراوها بوغ موا ديجا قاريها ما فيها حتى شي انفو على التمرين يعني شي حاجه اللي بعيده بزاف. المهم هذه كثقافة عامة خذوها كيف ما خديتها انا ودرت بها. دونك نتوما قراو هاد لابارتي و خذوها. دونك انا نمشي نشرح نقرا المعطيات. سرعه انتشار الضوء في الفراغ لم يأس في لم تبخبا. دونك سرعه انتشار الضوء في الفراغ هي هادي. عندي ثابت بلانك. دونك هادو اللي كيستون غيكون فيهم هادو ما غنخدموهوش حيت ثابت بلانك زعما ما قريناهاش. تقراوها اخر وحده ان شاء الله اش فمو. وانا اللي تخو فولت كتسبي هذا الشيء. قالكم جوج تجربات حيود الضوء بواسطه منبع الليزر وحاجه اللون طول موجودين في الفراغ ديال لوندا. اها نضع على بقع ضوء بعض سنتيمترات من هذا المنبر سلكا رفيعا قطره ا يعني القطر ديالو ا والمسافه دي. المهم هادشي كله انا سطرت عليه ديجا حيت ديجا خدمه مع الدراري. الوغ قال لك هالشاشه هالسلك هادشي كامل شفتو في لوكو. قالك نضيء السلك بواسطة منبع الليزر فنلاحظ على الشاشة بقع للحيود. نرمز لعرض البقع على مركز ديال برمز ال حيت نورمالمون فاش كتكون عندك هنايا واحد الشق كتكون عندك هنا راه كتشوف واحد البقعة كبيرة داكنة مفتوحة هكا ويا غادا هكا شفتوهم فاش كاين هنا الليزر. درتو تجربة في الكور هذا الليزر هنا كتلقاو بقع الحيود. المهم هادشي كتكونو شفتوه في الكور. الوغ قال لك ما هي طبيعة الضوء التي تبرزها دائرة الحيود. هذا اللي ما جاوبش على هاد السؤال خاصو العصا 0.25 يعني شي حاجة اللي هي بديهية سطير او لا ربع سطر على 0.25 يعني انه ما عندوش واحد الاهمية كبيرة ولكن حيت نتوما عارفينو كانه بونوس اصلا هذا الشيء كله بونوس يعني كلشي كيعرف ان دائره الحيود كتبرز طبيعه الموجه ديال الضوء طبيعه الموجه ديال الضوء طبيعه الموجه ديال الضوء فقط بكل بساطه. يعني هنجيو نكتبلو ما هي طبيعه الضوء اللي تبرزها دائره الحيود. دائره الحيود نكتبلو دائره الحيود واحد تبرز طبيعة الموجية للضوء بكل بساطة. جهنا وقال لك أوجد تعبير طول الموجة لندا بدلالة دي ال و ا علم أن التعبير الفرق الزاوية تيتا بين وسط البقعة المركزية وأحد طرفيه هو تيتا تلقى لندا سخا. هادشي باين. دونك حنا نقلبو على تعبير لندا. دونك جوج كنعرفو بأن تيتا تيكالا لندا سوغ أ هادشي كلكم كتعرفوه. دونك تيتا تيكالا لندا سوغ أ تيتا تيكال ال سوغ دو دي عرض البقعة المركزية وهادي المسافة صافي. دونك انا هادو كيكونوا كيتساواو الا قال لك بان تيتا زاويه صغيره. في حاله تيتا زاويه صغيره كنقول بان هادي كتساوي هادي يعني هاد التعبير كيساوي هاد التعبير. اجي نقلبوا واش كتبينا تيتا زاويه صغيره. قلبوا ها هي نعتبر تيتا زاويه صغيره هاي. دونك مادام هما انونساو لي بان تيتا هي زاويه صغيره فهو ديريكتومون غنقول بان هادي كتساوي ليا هادي. الوغ لندا تيتا
تيغال لاندا سور أ تيغال إل سور دو دي. دونك هي لاندا سور أ كتساوي هي إل سور دو دي. أنا عيش كنقلب كنقلب على لاندا. دونك لاندا في هادي لاندا في دو دي تيغال إل في أ. دونك لاندا هي إل في أ سور دو دي بكل بساطة. دونك أنا واش قالي احس بيها؟ لا قالي أوج التعبير طول الموجة. دونك هكا هنكون وصلنا لتعبير طول الموجة اللي هو كيتكتب على هاد الشكل بكل بساطة. دونك ندوزو. قالك نستعمل أسلاكا ذات أقطار مختلفة ونقيس بالنسبة لكل سلك العرض L للبقعة المركزية. نحصل على المنحنى الوارد في الشكل جوج والذي يمثل تغيرات العرض L بدلالة A واحد سوغ A. أجي نبدأ قبل ما نقرأ الكستيو. نشوفوا هذا الشكل هذا عبارة عن دالة خطية. والدالة الخطية كيفاش كتكتب في المات؟ هانتوما عندي هنا L وهنا عندي L سوغ A. هاد الدالة الخطية هي كتكون مكتوبة كناخدو هذا اللي كيكون في إيكغيك نكتب هنا إيكغيك وهنا نكتب إكس كيما فين كتعرفو. دونك إيكغيك تيكالا أإكس أو لا كإكس أو لا سي إكس. كناخدو هذا سميتو معامل موجه المعامل الموجه صافي. دونك أنا إيكغيك ناخدو كا ولا ناخدو سي لي بغيتو. كناخدو هذا اللي في الأراتيب أفاصيل وكيكون واحد المعامل موجي. هنا عندي هنا في الشكل ديالي هنا عندي L وهنا عندي 1 سور 1. دونك Y اللي هي L 1 سور 1 وأنا سميت المعامل ديالي C. سميوه A سميوه K سميوه D اللي حبيتو باش ما تحفظوش. كل مرة ندير لكم مرة C مرة ندير لكم الـ K مرة ندير لكم الـ A وانتوما غاديين صافي. دونك دابا حنا عرفنا كيفاش كتكتب هادي. نجيو نقراو السؤال. قال لك 1 3 1 باستعمال المبيان حدد طول الموجة الضوئية لاندا. هنحددو طول الموجة طول الموجة لاندا كنديرو نحسبوها مبيانين. اول حاجة هذه طريقة اللي خصكم تعقلوا عليها ولا تقراوها بزاف في لي زيكزيرسيس. اول حاجة فاش كنلقاو على هذا الشكل في دالة خطية كنقلبوا على السي. دونك اول حاجة كنبحث عن المعامل الموجه. فاش كنلقاو لا فالور ديال المعامل الموجه كنديرو مثلا هادي اللي هو الايكغ كتساوي لي داك لا فالور ديال المعامل الموجه مضروبه في هذا اللي كيكون هنا مثلا هنا اكس ولا شي حاجه ان سوغ صافي. ابري كنجي نحسب مثلا قال لك حسب لي لاندا. دونك انا حط التعبير ديال لاندا اللي لقيت هو ال في ا على جوج في الدي. من بعد كنجبد ال L حيت بغيت نبين بان هذه هي هذه L في ال A هي جوج دي في جوج دي في لاندا. دونك L تيغالا جوج في دي في لاندا جبت هذه هنا 1 سور A. وكنقول بانه دونك انا جبت واحد واحد سور A ها هي L ها هي وهاد لا فالور اللي غتكون هنا هي نيت لا فالور ديال المعامل الموجه. وكنجيو كنحط لا فالور ديال المعامل الموجه كتساوي لي هاد جوج دي لاندا. ومن هنا كنجبد لاندا تيكالا هاد المعامل الموجه على جوج دي. هادي هي الخطاطه ديال العمل اللي نبغيها ترسخوها في دماغكم. هادي هي خطاطه العمل. دونك اجي نخدمو. نجي نحطها انا هنا ونبدا ال تيكالا سي في 1 سوغ ا. شيرشون لنبحث عن السي نبحثو عن السي هي ال
على واحد على أ. دونك ال خذوا لي شي فالور ناقص شي فالور، ناخذوا 42. دونك العدد الاخير ناقص العدد الاول اللي هو 0، دونك هي 42 ناقص 0. وهاد 42 الا درت لها الاسقاط ديالها، الا درت لها الاسقاط ديالها غتجيني هي 6. دونك هي 6 ناقص 0، دونك على 6 ناقص 0. هنا هادي بالمليمتر، خصني انا تكون بالمتر، دونك نضرب في 10 اس ناقص 3. هذا بالمليمتر موزون، دونك نضربه في 10 اس ناقص 3. دونك هادشي كله في 10 اس ناقص 3، 10 اس ناقص 3. وهتبقى لي 42 ناقص 0 42، 6 ناقص 6 في 10 اس ناقص 3 في 10 اس ناقص 3. فاش نجيو نحسبوها هنلقاو كخارج ديال سي هو 7 في 10 اس ناقص 6، حيت المتر على المتر كيتختلف كتبقى بدون وحده، هذا هو المعامل الموجه. داكوغ، دونك حنا لقينا المعامل الموجه. شنو قلنا في الخطط ديال العمل ديالنا؟ اون فوا كنلقى لافالوغ ديال المعامل الموجه كنجي كنحط لوندا كتساوي لي شنو عندي لاندا شحال لقيتها قبيله هاي. دونك لاندا هي هادي، نجي نكتب هنا لاندا تيكال. ما نقبلش بانكم تقولوا لي جبنا قل من 18 في الامتحان الوطني اللي ما ناويش انه يجيب اكثر من 18 بلا ما يكمل معنا الفيديو، حيت الفيديو خدامين عليهم بواحد النيفو اللي هو طالع بزاف اللي هادفين فيه من خلالهم انكم تجيبوا كاملين مزيان وما تحتاجوش السوايع وداك لي زورتوب اي تو. دونك خدمنا الامتحان الوطني وحيدنا الرهبه ديال الدوره الاستدراكيه ديال الدوره العاديه، واش ما بان لكش ساهل وبسيط. كنتمناكم نهايه اسبوع موفقه. دونك هادشي انا كنصورو نهار الخميس، مي لو ديمونش غادي تحط ان شاء الله. اسئلتكم كلها نجاوبها على في انستغرام، لم صافي لم سابخي با يطلع لكم دابا شويه هنايا بالضبط اولا هنا ما عرفتش يطلع هنا اولا هنا الانستغرام. ومرحبا بكم في الجروب فيسبوك اي لمسه بريباي فلوغ اي لا باج فيسبوك الباك في الدينا. الباك في الدينا هاد العام ان شاء الله بمنصور تري تري بيان، ونفرحوا الوالده ونفرحوا الوالدين ديالنا ونفرحوا حنا ونفقسوا صحابنا، هذا هو الهدف ديالنا كاملين. دونك شنو نقول لكم؟ قولوا لي الاسئله ديالكم نجاوب عليها كلها في لي كومونتير، كنجاوب على كاع لي كيسيون في انستغرام كنجاوب، أو في باج فيسبوك سورتو في لمسة بريباي فلوغ، في جروب فيسبوك لمسة بريباي فلوغ، أولا في لاباج سورتو الباك في دينا كنجاوب بزاف بزاف بزاف، ماشي غير أنا اللي كنجاوب، فكاين واحد الفريق ديال الناس اللي خدامين في داك لاباج واللي كلهم فاش نوصلهم شي ميساج كيجاوبوا عليه لما نجي أنا أولا أنا، وخا منكونش حداهم كنصيفط لهم لونغوجيسترومون فوكال وهما كيكتبوا لكم الجواب بطريقتي، فماشي انا ضروري كنكون كنجاوب، راه بزاف الناس اللي خدامين وبزاف الناس اللي مور هاد لاشين اللي باغيين ينشروها ويطوروها. كنتمنى اننا نكونوا طورنا هاد النهار، احنا فيكسنا لكم التليفون الالوان في المونتاج. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا وكونوا قد المسؤوليه، واي سؤال عندكم نسيتي با انكم تبوزيوه عليا، حيت ماشي عيب وماشي حشومه ما عرفتوش شي تمرين قولوا لي عافاك خدمي معنا التمرين هنخدموا معاكم، ما عندي حتى شي مشكل. انا ما كيعجبنيش الحال فاش كيقول لي شي واحد راه ما عرفش نخدم لهاد التمرين وراني، كنقول له فين كتعرفش؟ قال لي ما عرفتش. انا ما كنحمش هاد الناس، انا كيعجب عليا الناس اللي كيقولوا لي راه بدينا وما عرفناش نخرجوا، وقفت هنا وما عرفتش نكمل، اولا ما عرفتش الفكره، اولا حاولت كنحاول نعطيه ايدي، مي انا باش يقول لي تخرجي لي هاد التمرين انا كنيفيتيو، ودي فوا كنخرج من ديسكوسيون كطلع له في، حيت انا ما عنديش مع داك الناس اللي يقولوا لي خرجنا هاد التمرين. كنبغي الواحد يجي ويتحارب مع داك التمرين ويقول لي على فكره وحلت هنا راني بديت هاد التمرين شوف فين وصلت وما عرفتش اولا واش هاد البدايه صحيحه. هاد الناس هما اللي كيعجبوني، اما اللي كيجيو كيقول لك هاكي هاد التمرين ما عرفتش نصوبو صوبيه لي ما كيعجبنيش هاد الشكل. دونك كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه وتمساو بخير، الله يعاونكم وليله سعيده.